بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في اللقاء الرابع من اللقاءات الحية لمادة البيئة النظامية للأعمال التجارية، وهي من مواد تخصص المحاسبة قسم الإدارة في المستوى السادس من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الإحساء. في أي أسئلة على المحاضرات الماضية؟ إذا أي أسئلة أو ملاحظات، يا ما بتحكوا معي يا بتكتبوا لي فيها، ما يعني ما في مشكلة. إحنا المرة الماضية بدأنا في الموضوع المتعلق بنظام العمل، وقلنا أن نظام العمل نظام مهم جدا، ويهم قطاع واسع من الأفراد في المجتمع. كل تقريبا معظمنا إن لم يكن جميعنا معنيين في نظام العمل، لأنه الأغلب لما بيشتغلوا بالقطاع الخاص فيكونوا خاضعين لنظام العمل. الخضوع لنظام العمل يستلزم أن يكون هناك عمل خاص، أن يكون هناك عمل مأجور، أن يكون هناك عمل تابع. إذا توافرت هذه الثلاثة شروط فهذا عمل يخضع لنظام العمل. من خصائص نظام العمل أن العامل يتبع صاحب العمل، فلصاحب العمل سلطة الإسراف والتوجيه، الإسراف والتوجيه القانوني على هذا العامل. بموجب هذه السلطة لصاحب العمل أن يوقع جزاءات تأديبية على العامل. هذه الجزاءات واضحة أمامكم: إنذار، غرامة، حرمان من العلاوة، تأجيل ترقية، إيقاف عن العمل، الفصل من العمل في حالات مقررة في النظام. طبعا حكينا هذه الأشياء امبارح، بس نراجعها عشان نمر عليها عشان نوصل لحد ما وصلنا في المحاضرة الماضية. من المبادئ التي يعني يجب مراعاتها في الجزاءات التأديبية، إنه مخالفة مر عليها 30 يوم ممنوع نعاقب العامل فيها، ما كرر المخالفة خلال 180 يوم ممنوع نشدد العقوبة عليه. العقوبات عليه على المخالفات اللي في إطار ونطاق العمل فقط. المخالفات لابد من أن تبلغ للعامل، يتاح له الدفاع عن نفسه، يتم تنظيم محضر، العقوبة تبلغ له، الحق بالاعتراض عند تسوية النزاعات، هيئة تسوية الخلافات العمومية. انتهاء عقد العمل إذا كان العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، إلا إذا تم يعني الاستمرار في تقديم العمل فيتمدد تلقائيا إلى مدة مماثلة. العقد غير محدد المدة يجوز لأي من أطرافه إنهاءه، بس بشرط أن ينظر الطرف الآخر في مدة من 30 إلى 60 يوم و يكون هناك سبب مشروع للإنهاء. العامل لا يجوز أن يترك العمل دون إنذار. صاحب العمل لا يجوز له إنهاء عقد العمل خلال الإجازة الماضية. يجوز لصاحب العمل أن يشترط على العامل عدم منافسته وإفشاء أسراره لمدة سنتين بعد انتهاء العقد الحد الأقصى. صاحب العمل يجوز له فصل العامل بدون مكافأة أو إنذار في حالات محددة بالنظام. مكافأة نهاية الخدمة حكينا عنها المرة الماضية. إذا العمل استقال من مدة خدمة أقل من سنتين ما عندوش مكافأة، خدمة من 3 سنوات لخمس سنين بيأخذ ثلث المكافأة، خدمة من 5 سنوات لعشر سنوات بيأخذ ثلثين المكافأة، خدمة أكثر من 10 سنوات بيأخذ المكافأة كاملة. إذا صاحب العمل هو الذي يعني أنهى عقد العمل أو هو الذي فصله بيستحق المكافأة، بيستحق المكافأة كاملة. تمام، المكافأة هي راتب نص شهر عن أول 5 سنوات، وراتب شهر كامل عن ال5 سنوات التالية عند صاحب العمل. الأجور تدفع بالعملة السعودية وتدفع من خلال البنوك. لصاحب العمل أن يقتطع من الأجر بحسب ما ينص عليه النظام. ساعات العمل إذا كان باليوم 8 ساعات يوميا، بالأسبوع 48 ساعة أسبوعيا، رمضان تصير 6 و36. العامل لا يجوز تشغيله أكثر من 5 ساعات متواصلة، لازم نعطيه استراحة. ممنوع يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة متصلة في اليوم الواحد. الجمعة عطلة أسبوعية يجوز تغييرها بموافقة الوزارة. أي العامل إذا اشتغل زيادة على ساعات العمل المقررة نظاما بيكون هذا عمل إضافي. العمل الإضافي بيستحق عليه العامل أجرة 150%، يعني أجر الساعة كم يضاف لها 50% بيستحق على عمل إضافي. الإجازات اللي للعامل
21 يوم لمن خدمته أقل من سنوات، وإذا اتصلت خدمته أكثر من 5 سنوات بصير إجازته 30 يوم. الأعياد يأخذ أجرا كامل عليها العامل، 5 أيام عند وفاة زوجة العامل أو ولادة مولود له، 5 أيام للرجل أو المرأة عند وفاة أحد الأصول أو الفروع أو عند الزواج، 10 أيام ولا تزيد على 15 يوم بما فيها أيام عيد الأضحى، إجازة حج مرة واحدة لمن أمضى عن صاحب العمل 2 سنين متصلتين. إجازة الدراسة إذا الدراسة موافق عليها فإجازة عن سنة غير معادة لكل أيام الاختبارات، أما إذا سنة معادة أو غير موافقة إجازة لكن بدون أجر. إجازة مرضية أول شهر أو 30 يوم أجر كامل، ثاني 60 يوم أرباع الأجر، الثلاثين يوم التالية بدون أجر. العامل إذا أخذ إجازة لا يجوز له أن يعمل عند غير صاحب العمل أثناء فترة الإجازة من الأسباب التي تبرر فصل العامل. الوقاية المخاطر، يجب على صاحب العمل أن يؤمن بيئة العمل بالوقاية من مخاطر العمل. إصابات العمل، أي إصابة تحدث للعامل أثناء العمل أو بسببه فيلتزم صاحب العمل بمعالجة العامل حتى الشفاء. خدمات صحية أيضا على صاحب العمل أن يقدمها. نعم، المحاضرات مسجلها، وارجعوا على المنتدى. كل محاضرة بعد ما تنتهي أنا بضع رابط التسجيل. أنا لغاية الآن بس براجع في المحاضرة الماضية، إحنا وصلنا عند الشريحة 36، أنا براجع بس من باب التذكير عشان الموضوع يصير فيه ارتباط عندكم مع بعضه البعض. طبعا الأحكام الخاصة بتشغيل النساء لا يجوز أن يشغلها أو نشغلها بأعمال تتنافى أو لا تتناسب مع طبيعتها. المرأة إلها زيادة عن الرجل إجازة وضع مدتها 10 أسابيع، العناية يجب توفيرها للمرأة خلال فترة الوضع والحمل والولادة، لا يجوز فصلها. يجوز يعني الحضانات لها أحكام، إذا 50 عاملة و10 أطفال فلازم مربيات يتم توفيرها، إذا أكثر من 100 عاملة عنده لازم ينشئ حضانة. المرأة لها إجازة عدة إذا مات زوجها، إذا كانت مسلمة 4 أشهر و10 أيام، وإذا غير مسلمة إجازتها 15 يوم. وصلنا المرة الماضية عند أحكام تشغيل الأحداث. أحكام تشغيل الأحداث، الحدث مين هو؟ هو كل من لم يتم سن الرشد، لم يتم 18 سنة، هذا اللي عمره أقل من 18 سنة يسموه حدث، يسموه حدث. الأحداث هل يجوز تشغيلهم؟ من حيث المبدأ يجوز تشغيلهم، لكن بضوابط معينة، بضوابط معينة. إحنا وصلنا هون المرة الماضية. لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة، لا يجوز تشغيلهم في، لأنه أصلاً الأحداث إحنا ليش بنشغلهم؟ بنشغلهم من باب التدريب، من باب التعليم، من باب أنه قد يكون محتاج للمال، فبنساعد بنشغلهم عشان يساعدوا أهلهم أو يساعدوا أنفسهم وعشان يتدربوا حتى إذا بلغ سن 18 سنة يكون جاهز لأداء الأعمال المطلوبة منه. فعشان هيك لازم نحافظ عليه وما نشغله في الأعمال الخطرة، في الصناعات الضارة، أي مكان يحتمل فيه أن تتعرض صحته للخطر فلا يجوز تشغيله فيه. أيضا من لم يتم 5 سنوات من عمره لا يجوز تشغيله ولا يسمح له بدخول أماكن العمل. معناته بفهم أن عمر الحدث من أي سنة لأي سنة، عمره من 15 ل 18، هذا هو الحدث، هذا هو الحدث. طبعا يجوز للوزير أنه يرفع هذا السن في بعض الصناعات إذا كان فيها مخاطرة معينة أو إذا كان فيها شيء معين. استثناء يجوز تشغيل الأحداث اللي أعمارهم من 13 ل 15، إذا الأصل الحدث اللي هو من 15 ل 18، ولا يجوز تشغيله إذا كان عمره أقل. وهل يجوز تشغيله إذا كان عمره أكثر؟ طبعا هو صار أصلا عنده أهلية فبالتالي يبطل حدث، صار اسمه شخص كامل الأهلية فيشتغل بإرادته في توقيع. طبعا مع 18 عادي صار أصلا عامل كامل الأوصاف. طيب اللي عمره من 13 ل 15 هذا يشغل استثناء في أعمال خفيفة، شرط أن ما تكون الأعمال ضارة بصحته أو نموه، ألا تعطل مواظبته عن المدرسة، لأنه يعني يفترض أنه من 13 ل 15 لا زال يتلقى تعليمه الأساسي، والتعليم الأساسي يجب مكفول ولا يجوز أن يحرم الطالب منه. أيضا يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة الليل، ممنوع
إن نشغلهم إلا بقرار من الوزير. الأحداث بشكل عام بغض النظر عن عمره لا يجوز تشغيلهم أكثر من 6 ساعات. في رمضان منشغلهم فقط 4 ساعات، لأنه زي ما قلنا هو تشغيله على سبيل الاستثناء وليس على سبيل الأصل. طبعا تنظم لهم ساعات العمل ولا يجوز تشغيله أكثر من 4 ساعات متصلة، ولازم نعطيه استراحة. لا يجوز تشغيل الأحداث أيضا في أيام الراحة الأسبوعية، يعني الحدث ملوش عمل إضافي، يعني مش زي العامل الكامل. هو يعني درسته في القواعد الفقهية أنه الشاذ أو الشيء الاستثنائي له أحكامه الخاصة، لا يأخذ حكم العموم، لا يأخذ حكم العموم. فتشغيل الأحداث هو استثناء، فبالتالي ما دام هو استثناء فبالتالي يأخذ حكم الاستثناء ويبقى على هذا الحكم. طبعا إذا صاحب عمل شغل حدث لازم يستوفي أوراقه الثبوتية، منها بطاقة الهوية، شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، موافقة ولي أمر الحدث، وبيحتفظ في هذه المستندات في ملف خاص حتى إذا أحد سأله عنها تكون هذه جاهزة لعرضها على مفتشين العمل. وأي عمل بيشتغل، أي حدث بيشتغل عند صاحب العمل لابد أنه يبلغ فيه مكتب العمل المختص، أن يبلغ فيه ويسجل في سجل اسمه وعمره وكل ما يتصل في هذا الموضوع. ايضا من الاشياء الموجوده في نظام العمل اللي هي التفتيش. وزاره العمل لها صلاحيه بموجب نظام العمل ان تفتش على اماكن العمل، ان تفتش على اماكن العمل، وهؤلاء مفتشون مختصون يسميهم الوزير من موظفين الوزاره، بيحطوا شروط معينه، من تتوافر في هذه الشروط بيطلع له قرار من الوزير انه انت صرت مفتش عمل. مفتش عمل ايش يعني؟ بيطلع على السوق، بيطلع على المصانع، بيطلع على أي مكان في عمال بيشتغلوا ويتأكد من بيئة العمل، يتأكد من عقود العمل، يتأكد من تطبيق نظام العمل. طبعا أثناء دخول المفتش هو بيدخل لمحلات تجارية، بيدخل لمصانع، بيدخل لأماكن كثيرة، فيلتزم المفتش بالحفاظ على السرية المطلقة للأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله. يعني فات على مصنع جوا، شاف أسرار تصنيع، شاف أسرار معينة، أي أسرار يراها فلا بد له أن يحافظ عليها. الجهة المختصة في النظر في الخلافات العمالية، طبعا بالمناسبة بنلفت النظر إلى أنه في إشي اسمه هيئة تسوية النزاعات أو الخلافات العمالية، وهذه على درجتين، في هيئة ابتدائية وفي هيئة استئنافية. وجديد من سنة أو سنتين تقريبا تم تفعيل المحاكم العمالية، صار في القضاء السعودي في محاكم، وعليكم السلام ورحمة الله، صار في محاكم عمالية. فالنزاع يعرض أول في الوزارة، فبيحاولوا يحلوه وديا من خلال الهيئات تسوية الخلافات العمالية. إذا عجزوا عن حله فيحال للمحكمة المختصة، اللي هي المحكمة العمالية المختصة، والمحكمة العمالية هي التي يعني تبت بالنزاع بقرار قضائي ملزم. طبعا هيئة تسوية الخلافات العمالية زي ما قلنا لها درجتين، درجة ابتدائية ودرجة استئنافية اللي اسمها الهيئة العليا لتسوية الخلافات. هذه بعينه فيها خريجين شريعة وقانون، يا خريج شريعة يا خريج قانون، على خلاف القضاء، القضاء لا بس خريجين شريعة. الحكم اللي بصدر من هيئة تسوية النزاعات الابتدائية يتم استئنافه لدى الهيئة العليا، طبعا الموضوع الجدي او الموضوع في نفس، لازلنا في نظام العمل، كاتب لك كاتب ما هو مزايا نظام العمل، ما هي مزايا نظام العمل، على اعتبار يعني انه نظام العمل نظام مختلف عن غيره من الأنظمة، وهذه المفروض حكينا فيها في المقدمة، لكن جاي هو هيك ترتيبها في المحاضرات المسجلة. نظام العمل له ميزة، له عدة مزايا. طبعا كما تعلمون نظام العمل هو ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. مين الطرف القوي، العامل ولا صاحب العمل؟ كل بيئة بتختلف عن بيئة، لأنه قضية العمل يعني قضية عرض وطلب. في الدول اللي فيها العمال شحيحون، العمال هم الطرف القوي اللي بيفرضوا على أصحاب العمل شروطهم. في الأماكن اللي فيها عدد عمال كبير، عرض العمال أو العرض على طلب العمل أكثر من
الطلب، فبتلاقي أصحاب العمل هم الطرف القوي، والعامل دائما بهمه استمرار العمل، وبهمه يحصل على مرتب، وبهمه يحصل على يعني مرتب، تمام. فعشان هيك أحيانا العامل في سبيل المحافظة على استمرارية عمله واستمرارية دخله، فقد يوافق على شروط ما كان له أن يقبلها لولا حاجته. عشان هيك النظام وضع يعني خصائص في نظام العمل حماية في الغالب للعامل. من ما يحمي العامل في نظام العمل أن الحد الأدنى الذي فرضه النظام حقوق هو ذو صفة آمرة، فلا يجوز مخالفتها، أي مخالفة لها تعد باطلة. يعني قبل شوي قلنا أنه الإجازة 21 يوم، صاحب عمل قال تعال اشتغل عندي بس أنا ما بعطي إجازة 14 يوم، وقع العامل على 14 يوم، نقول أن 14 يوما هذه التوقيع عليها باطل، فيرجع لما هو منصوص عليه في القانون اللي هو 21 يوم. يعني مثلا زي بدل العمل الإضافي منصوص على أنه 150%، يعني أجر ساعة ونصف، صاحب العمل يقول اشتغلوا لكن أنا ما بدفعش إلا أجر ساعة، من كل هذا الاتفاق باطل لأنه خالف الصفة الآمرة في نظام العمل. لكن الزيادة جائز، يعني جاء صاحب عمل وقال أنا بدل 150% بدل عمل إضافي أنا أعطيكم 200%، جائز طالما هو في مصلحة العامل. الصفة الآن في الحد الأدنى الذي فرضه النظام لا يجوز النزول عنه، أما أعلى من ذلك يجوز الاتفاق على خلاف ما هو منصوص عليه، شرط أن يكون يعني أفضل للعامل. أيضا النظام بيوصفه أنه نظام حديث ومتطور، والنظام العمل من الأنظمة التي جرت عليها تعديلات كثيرة، آخر تعديل عليها بجزء قبل 3-4 سنوات كان تعديل جذري بإضافة حقوق جديدة للعمال وبضبط جديد لبيئة العمل أو سوق العمل، طبعا لأنه بيئة العمل تتطور، وبالتالي لابد من أن الأنظمة أيضا التي تحكمها تتطور. صياغة النظام، يعني النظام راعى ذو صياغة زي ما يسموها ذو صياغة واقعية، راعى الواقع، راعى النظام الواقع، مثلا حط أحكام خاصة للعمال العاديين، حط أحكام خاصة للعمال الأحداث، حط قواعد خاصة للنساء وهكذا. فهو صياغته يعني ذو طبيعة واقعية بحيث أنه راعى الواقع. من مزايا النظام أيضا أنه يسري على جميع فئات العمال العاملين في المملكة العربية السعودية بغض النظر عن جنسياتهم، فالنظام العمل يطبق تطبيقا إقليميا. النظام الجديد هذا التعديل الجديد اللي حكينا لكم عنه تقريبا، يعني التعديل كان من 4-5 سنوات، يعني زاد بعض الحقوق العمالية مثل الإجازات السنوية، انه بدل 21 خلاها 35 لمن اتم 5 سنوات. في حمايه للاجور، اجر العامل محمي عليه امتياز. شو يعني امتياز؟ يعني اذا صاحب العمل صار عليه ديون وتم بيع ممتلكاته، فالعمال بياخذوا دينهم من هذه الممتلكات قبل غيرهم. ايضا من ميزات النظام منع فصل العامل بدون سبب مشروع، لابد أنه يكون الفصل بسبب مشروع. وبجزء عمل سمعته كثير في الحياة العملية، المادة 76 والمادة 77، الأصل أنه أي إنهاء لعقد العمل سواء من طرف العامل أو من طرف صاحب العمل، الأصل أن أي إنهاء للعمل أو لعقد العمل لابد أن يكون هذا الإنهاء إيش؟ مشروع. شو يعني مشروع؟ يعني في سبب يبرر هذا الإنهاء. الشخص الذي ينهي العقد بدون سبب مشروع، بدون سبب مشروع، هذا يلتزم بدفع تعويض للطرف الآخر. طبعا بالنسبة لصاحب العمل تعويضه النظام مقرر سلفا، لك راتب من 3، يعني راتب من 3-6 شهور، وعلى أن لا يقل على حد معين. هذا ما يتعلق في، طبعا أيضا إنشاء مكاتب استخدام أو استخدام للعمال،
أيضا قضية مدة التجربة نص عليها. تفضل، في حد عنده سؤال؟ هيثم تفضل. أخ هيثم افتح المايك وتحدث، إذا أنت بتجرب تجربة بس. نعم، مديرك إذا عقدك غير محدد المدة، إذا عقدك غير محدد المدة لا يجوز أن يفصلك إلا بسبب مشروع. إلا إيش؟ بسبب مشروع. إذا فيش سبب مشروع يعتبر هذا الفصل فصلا تعسفيا، يعتبر الفصل فصلا تعسفيا. الفصل التعسفي أنا بجيب لك المادة القانونية اللي تعطيك الحقوق بالضبط، كم بيطلع لك حق، اللي هي المادة يعني صار طنطنة في المجتمع عليها من فترة، اللي هي قضية المادة 76، حتى الناس اعترضوا عليها انه يعني التعويض اللي فيها تعويض غير كافي، البعض هي وجهة نظر. طيب، فإذا كان العقد غير محدد المدة لا يجوز الفصل بدون سبب مشروع. الأسباب المشروعة التي يجوز، يعني الأسباب المشروعة التي ينتهي فيها عقد العمل سواء محدد ولا غير محدد، الاتفاق، انتهاء المدة بناء على إرادة أحد الطرفين، بلوغ العامل سن التقاعد وهي للرجال 60 والمرأة 55، قوة قاهرة، زي مثلا زي كورونا، واحد سكر مصنعه وخلص ما عاد يفتح، إغلاق المنشأة نهائيا إما بسبب صاحب العمل أو بسبب يعني ممكن يعني هو قرر يغلقها، إنهاء النشاط يعني ما أغلق منشأته كاملة، أنهى جزء من هذه المنشأة، أي حالة أخرى ينص عليها النظام. إذا لم يراعي الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة فيلتزم بإعطاء العامل مبلغ الشهر. كم التعويض اللي بينهي؟ ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا فالتعويض أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان غير محدد المدة، أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض عن أجر شهرين. طبعا المادة 80 إذا حاب تعرف الأسباب اللي من شأنها ينتهي فيها عقد، ارجع للمادة 80 من نظام العمل، هي اللي بتحدد الحالات اللي يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد بسببها، أي حالات أخرى لا يجوز لصاحب العمل أن ينهيها. المادة 81 بتتحدث عن الحالات التي يجوز فيها للعامل ترك العمل، فيجب أن يكون هناك، لو ما يحتاجك لا يعني لازم يكون في سبب مشروع، لو ما يحتاجك مثلا قضية إغلاق النشاط إغلاق لازم يكون في سبب، يعني مش مسألة إنه والله أنا مش محتاجك، يثبت إنك أنت مثلا ممكن واحد مش بيأدي الواجبات اللي موكولة إليه، فهذا ممكن يعني يتم يعني، بس لازم يثبت، مش والله أنا اليوم شفتك وما عجبتنيش خلاص تروح روح، لا، لازم يثبت إنه هذا لا يؤدي الواجبات المطلوبة منه. من التعديلات الجذرية اللي صارت على نظام العمل في الفترة الأخيرة في سنة 2015 يعني قبل 5 سنوات، المفتشين أعطيوا صلاحيات التفتيش وتحرير المخالفة، الوزارة لها صلاحية في ضبط بيئة العمل وقضية توطين بعض النشاطات إلى غير ذلك من المسائل. النظام ألزم برفع نسبة التدريب، تدريب في إيش اسمه التدريب المهني، إنه صاحب العمل يجيب متدربين، رفعوا النسبة من 12% من عدد العاملين في المنشأة. فترة التجربة النظام كان ينص القديم قبل التعديل على أنه فترة التجربة 90 يوم، 90 يوم نعم، بعد انتهاء 90 يوم أنت بتحدد يا إما أنه تريد العامل يا إما أنه العامل يعني أنت لا تريده. في النظام الجديد مددوها ل 180 يوم، يجوز باتفاق، هي المدة التجربة 90 يوم باتفاق طرفين تمدد ل 180 يوم. أيضا صاحب العمل عند انتهاء العمل ملزم بأن يعطي العامل شهادة خدمة، يعني شهادة خدمة شهادة خبرة، ولا يجوز أن يذكر فيها سبب يسيء للعامل حتى ما تكون سبب في عدم
عمله لدى صاحب عمل آخر، يعني مثلا يكتب له تشهد المنشأة الفلانية أن فلان عمل لدينا بوظيفة كذا من تاريخ كذا لتاريخ كذا، خلال هذه الفترة كان سيء السمعة مثلا، أو خلال هذه الفترة لم يؤدي الواجبات اللي مطلوبة منه عشان هيك فصلناه، هذا ممنوع. أعطيه فترة شهادة خدمة أنه عمل لدينا من تاريخ لتاريخ بوظيفة كذا بس. الغرامات اللي بتجمعها المنشأة لابد أنها تصرف لخدمة العمال بعد موافقة الوزارة. أضيف ثلاث الحالات الإنهاء اللي حكيناها جديدة، الحالات إنهاء عقد العمل المشروع اللي حكيناها قبل شوي، في ثلاثة منهم جديدة اللي هي إغلاق المنشأة وإغلاق النشاط أو أي حالة أخرى ينص عليها النظام. هذا ما يتعلق بالموضوع الثالث من موضوعات هذا المقرر اللي هو نظام العمل. النظام الجديد الذي نريد أن نتحدث فيه اللي هو نظام المراجعة المحاسبية أو نظام المحاسبين القانونيين أو نظام المحاسبون القانونيون. طبعا أنا دائما بقول، يعني إحنا زملائكم اللي بندرسهم البيئة النظامية في يعني في الكلية، بقول دائما أنا أي شخص بيدرس محاسبة لازم يكون في أهدافه الاستراتيجية أو في أهدافه يعني زي ما نقول البعيدة المدى إنه يحصل على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويصبح محاسب قانوني. ليش سموا المحاسب محاسب قانوني؟ شو دخل المحاسب بالقانون؟ المفروض المحاسب محاسب والقانوني قانوني، ليش دمجوا الصفة هذه؟ قالوا المحاسب القانوني. طبعا الشركات، المؤسسات، المنشآت، هذه كلها الأصل أنه لديها حسابات، وحساباتها الأصل أن تنظم بأسلوب احترافي وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق. الآن افرضوا شركة مساهمة تمسك حسابات أصولية، وأنا شريك مساهم في هذه الشركة، وأنا من حقي أطلع على حساباتها، لكن أنا لست خبيرا في الحسابات، فبأتي بشخص خبير. إذا بتروح تشتري سيارة، أنت بتعرف السيارة هاي، بتعرف تفحصها؟ على الأغلب إحنا ما بنعرف نفحصها، بنروح على واحد خبير يفحص لنا إياها. الخبير هذا بيقول لنا السيارة فيها كذا وكذا وكذا، بناء على رأي الخبير بنقرر نشتريها أو ما نشتريها. نفس الشيء حسابات الشركات والمنشآت. أنا المفروض إني شريك في شركة أو منشأة أو أي جهة أو أي شيء آخر، المفروض إني أنا شريك فيها، المفروض إني من حقي أطلع على حساباتها. أنا شخص لا أفهم بالحسابات، فبنتخب شخص خبير هو اللي يطلع على الحسابات ويكتب لي تقرير، وهذا هو عمل المحاسب القانوني. كثير من الحالات منصوص عليها في النظام اللي يشترط فيها النظام على المنشآت أو المؤسسات أو الجهات أن تقدم، يشترط عليهم أن يقدموا حسابات. في الغالب دائما النظام بيشترط أن تقدم الحسابات معتمدة أو موقعة من مدقق حسابات قانوني. من له الحق في كمحاسب قانوني كمراجع حسابات؟ كل شخص مقيد في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة، سواء كان شخص طبيعي أو شخص اعتباري، ولا يجوز لأي شخص غير مقيد اسمه أن يراجع. بعض الطلاب بعد ما يتخرج يعني بيكون يعني مسرور بتخرجه وأنه معه شهادة محاسبة، ببلش يعني يعلن عن نفسه المحاسب. أنت قول محاسب، قول المحاسب فلان، ما حدا بيمنعك، لأنه أصلا أنت محاسب، مجرد ما خلصت دراسة المحاسبة أنت محاسب. لكن محاسب قانوني ممنوع تقولها إلا إذا حصلت على رخصة، قيدت اسمك في سجل المحاسبين القانونيين. طيب إيش الشروط اللي لازم تتوافر عشان أقيد اسمي في سجل المحاسبين القانونيين؟ لابد أن تتوافر مجموعة من الشروط. أولها في السعودية أن يكون، طبعا في فرق بين القيد في سجل المحاسبين القانونيين وبين زمالة الهيئة. زمالة الهيئة يجوز لأي شخص حتى لو مش سعودي يأخذ زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لكن أن يعمل
كمحاسب قانوني ويقيد اسمه ليعمل كمحاسب قانوني، هاي لا، لابد أن يكون شخص سعودي الجنسية، لابد أن يكون يعني سعودي الجنسية. اثنين، كامل الأهلية. كامل الأهلية شو يعني كامل الأهلية؟ يعني عمره أكثر من 18 سنة، كامل الأهلية. الشرط الثالث، حسن السيرة والسلوك، لأنه أصلا هذا مؤتمن، يعني إحنا هذا من قيمه وكيل عنا ليكون نائبا في فحص حسابات الشركة وإعلامنا. فالأصل أنه هذا الشخص، الأصل أن هذا الشخص يكون أمين. الوكالة يعني تستلزم أن يكون أمينا غير محكوم عليه بحد شرعي، يعني مش محكوم عليه بجريمة من جرائم الحدود، معروف بجرائم الحدود، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. شو يعني الجريمة أو الجرائم المخلة بالشرف والأمانة؟ عند أهل القانون في بعض الجرائم مقسمة إلى جرائم مخلة بالشرف والأمانة، زي جريمة إساءة الائتمان. إيش يعني جريمة إساءة الائتمان؟ يعني أنك تضع أمانة عند شخص وتحد هذه الأمانة أو يستعملها أو يتلفها، فهذا يكون غير أمين، فارتكب ما يخدش في شرفه وأمانته. طبعا ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. شو يعني ما لم يكن قد رد إليه اعتباره؟ برضو هذا نظام قانوني عند أهل القانون، أنه الشخص اللي بيرتكب جريمة وبيمر على ارتكاب الجريمة فترة زمنية معينة ولم يرتكب جريمة غيرها، تمحى الجريمة الأولى من سجله، إيش بسموه أنتم، من سجله الجرمي أو من يعني السجل العدلي الخاص فيه. طبعا وأيضا وألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية، لأنه ما واحد طلع بحقه قرار بالفصل إلا لأنه يعني عنده مشكلة معينة، فبالتالي فصله من الخدمة الحكومية يعني مانع من الموانع اللي بتجعله يسجل كمحاسب قانوني. وما لم يكن صدر أو ما لم يكن مر على القرار التأديبي 3 سنوات، ما لم يكن مر على القرار التأديبي 3 سنوات. أيضا من الشروط الواجب توافرها في المحاسب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس تخصص محاسبة. اللي عنده بكالوريوس محاسبة ما عندنا مشكلة معه بغض النظر متخرج، اللي شهادته في الاقتصاد والعلوم الإدارية لكن مش مسماها محاسبة، جزء محاسبة مسماها نظم معلومات إدارية، جزء مسماها اقتصاد، مسماها إدارة أعمال، يعني هو خريج كلية اقتصاد لكن المسمى عنده مش محاسبة، هذا لازم يعادل لنا شهادته، نروح على الجهة المخولة بمعادلة الشهادات ويعادل شهادته. إذا قالوا لنا إنه شهادته تعادل المحاسبة نتعامل معه على إنه يعني خريج محاسبة ويسجل في المحاسبين القانونيين. أيضا لديه خبرة عملية في أعمال المحاسبة، يعني لازم يتدرب بعد الحصول على شهادة المحاسبة، يتدرب يكون عنده خبرة عملية، وهذه الخبرة العملية يعني إلها أحكام. أول حكم فيها إذا كان التدريب في مكاتب محاسبين معتمدة، يعني الهيئة بتطلع قرار بتقول إنه هذه المكاتب معتمدة للتدريب للحصول على الخبرة العملية، اللي معه بكالوريوس بتدرب فيها مدة لا تقل عن 3 سنوات، اللي معه ماجستير بتدرب مدة لا تقل عن 2، واللي معه دكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها بتدرب مدة 1. اللي بيشتغل في جهة حكومية، عفوا، اللي بيشتغل في جهة حكومية مسمى الوظيفي بالمراجعة أو المحاسبة أو التدقيق بتدرب مدة مختلفة، يعني مقبول أنه يكون موظف في جهة حكومية وهذه الجهة الحكومية نعتمد عمله فيها يعني كموظف نعتمده لغاية الخبرة العملية، بس المدة بتزيد، المدة بتزيد بتصير على البكالوريوس 4 سنوات وعلى الماجستير أظنها 3 سنوات أو
3 سنوات، وعلى الدكتوراه تكون سنتين. ايضا يجب ان يكون متفرغ لمهنه المحاسبه، متفرغ لمهنه المحاسبه، يعني ممنوع يجمع بين المحاسبه، بين العمل في المحاسبه واي مهنه اخرى، الا المهن التي لا تنافي طبيعه عمل المحاسبه. يجب ايضا ان يكون عضو اساسي بالسعوديه للمحاسبين القانونيين. شو يعني عضو اساسي؟ طبعا لما تروحوا تسجلوا في الهيئه السعوديه للمحاسبين القانونيين بيحددوا لكم صفه التسجيل. يعني الان وانتم طلاب، الهيئه السعوديه فاتحه التسجيل، بسموها زماله الطالب، فاتحه التسجيل لزماله الطالب. زماله الطالب بتعطيك امتيازات معينه، يعني مثلا زي حضور الندوات، حضور الدورات، خصم على الدورات، خصم على المطبوعات وهكذا. لما بيقدم اختبارات وهذا بصير اسمه عضو عامل او عضو اساسي. لو في عضو غير او زميل، هذا زميل ممنوع يشتغل لانه بيكون مش سعودي مثلا، او ممكن مسجل كمتقاعد مثلا. فهذا يعني الشروط التي يجب ان تتوافر فيه الشخص الذي يريد ان يزاول مهنه المحاسبه القانونيه. طبعا في لجنه تتشكل بالوزاره، هذه اللجنه مهمتها دراسه الطلبات، وتسمى لجنه انا حاب اسجل، بقدم الطلب مرفق فيه المستندات اللي بيطلبوها، وخلال مدة 30 يوم بيدرسوا هذا الطلب ويبدوا فيه، إما بيوافقوا على تسجيلي وإما بيرفضوا تسجيلي. إذا وافقوا على تسجيلي بدفع الرسوم المطلوبة اللي هي 1000 ريال، وبقيد في سجل المحاسبين القانونيين. إذا رفضوا تسجيلي بعترض على هذا الرفض لدى ديوان المظالم، وديوان المظالم إما يوافق على التسجيل أو يرفض التسجيل. إذا ديوان المظالم كمان رفض التسجيل، خلاص ما أصلا أعترض على جهة، بشوف ليش رفضوا التسجيل. مش معنى ذلك أنه أنا خلاص مش راح أتسجل، لا بتسجل، بس ليش رفضوا التسجيل مثلا؟ بجوز رفضوا التسجيل لأنه شهادة المحاسبة اللي معي مش مزبوطة، ما بروح بدرس كمان مرة محاسبة. بجوز رفضوا التسجيل لأنه فيش شرط الخبرة. بجوز رفضوا التسجيل عشان فيش شرط الخبرة، بروح بحقق شرط الخبرة. يعني رفض التسجيل لا يكون بدون سبب، والله أنت شفنا أنه أنت لا تستحق أن تسجل، ما في منه هذا الكلام. لابد أن يكون رفض التسجيل مبرر بأسباب. أنا مش مقتنع بأسبابهم، ممكن أطعن برفضهم التسجيل. طعن وين؟ بطعن أمام ديوان المظالم. ديوان المظالم إما أن يوافق على الطعن وإما أن يرفض الطعن. إذا ديوان المظالم وافق على الطعن يجبر على التسجيل، إذا ديوان المظالم رفض الطعن خلاص معناته القرار قطعي. نشوف الأسباب التي من أجلها أو بسببها تم رفض الطعن، وبتجاوزها في المرة القادمة عشان يوافقوا على هذا التسجيل. اللي بتسجل يعطى ترخيص، هذا الترخيص يعني يبين فيه رقم القيد، ويعلق المفروض المحاسب في مكان بارز، ويقرن دائما في توقيعه رقم ترخيصه. ويعتبر هذا الترخيص نافذ لمدة 5 سنوات، يجدد لمدة مماثلة قبل انتهائه 90 يوم. يعني الترخيص مش دائم إلى ما لا نهاية، لا، الترخيص مدته 5 سنوات. لأنه عند كل تجديد الترخيص على ما سنرى بتشترط الهيئة على المحاسب شيء بسموه التعليم المستمر، حتى يبقى معلوماته محدثة في المحاسبة تشترط عليه التعليم المستمر. يعني أنه يأخذ دورات وبحد معين حتى يجدد ترخيصه. طيب إذا صار محاسب إيش الواجبات اللي عليه؟ أول شيء هذا المحاسب يكون عنده مكتب محاسبة مباشرة. أول ما يفتح مكتب المحاسبة
سواء هو بيمارس العمل في مكتبه الخاص أو مع زميل له في مكتبه، فيجب أن يعلم وزارة التجارة بمكان ممارسته مهنة المحاسبة. أيضا عند تغيير مكان الفرع أو فتح فروع جديدة، فيجب عليه أن يبلغ الوزارة دائما بذلك. تقارير المحاسبة والمراجعة أيا كان الذي أنشأ أو درسها أو أشرف عليها أو كتب فيها، لا يجوز أن تتم إلا تحت الإشراف المباشر من المحاسب المرخص له، وهو الذي وقع عليها. إذا كان المكتب فيه أكثر من محاسب، فلا يجوز التوقيع إلا من المحاسب اللي أشرف على المراجعة. يعني أنا سين، أنا ومثلا محمد، شخص اسمه محمد، شركاء في مكتب محاسبة، أنا اللي أشرفت على أعمال المراجعة للشركة الفلانية، ما يجوز لمحمد إنه يوقع، أنا اللي أشرفت، أنا اللي بوقع. المحاسب لا يعني يجب عليه أن يتخذ اسمه اسما لمكتبه، يعني ما بيسمي مكتبه إلا إذا كان شركة بيسموها، إلا إذا كان شركة بسموها باسم معين بأسمائهم كلهم، لكن إذا كان مكتب إذا كان مكتب بتسمى باسم المحاسب نفسه، يعني مكتب المحاسب الفلاني، مكتب المحاسب الفلاني. المحاسب القانوني في مراسلاته وفي توقيعه، دائما عند توقيعه يقرن اسمه برقم ترخيصه، وحتى في المراسلات والمطبوعات يقرن دائما اسمه برقم ترخيصه. الآداب وسلوك المهنة، لو دخلتوا على موقع السكبة أو موقع المحاسبين القانونيين بتجدوا في شيء اسمه لائحة آداب وسلوك المهنة اللي بتفرض الواجبات الأخلاقية على المحاسب. طبعا هذه لم تعد واجبات أخلاقية مجردة، أصبحت واجبات أخلاقية نظامية على المحاسب أن يتبعها، لأنها صارت مصدرة على شكل لائحة فيجب أن يتقيد فيها المحاسب. يجب أن يتقيد فيها المحاسب. أيضا يجب على المحاسب القانوني التقيد بالواجبات التي تلقيها عليه اللوائح والأنظمة. المحاسب يجب أن يبقى عنده تعليم مستمر، ويحضر عدد من الندوات اللي بتعقدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. في التزامات أخرى للمحاسب القانوني نقف عندها حتى نأتي عليها المحاضرة أو اللقاء القادم. الآن نستمع لكم إذا في أي أسئلة أو ملاحظات. تفضلوا، في أسئلة؟ هيك بتخلونا يعني اليوم احنا اللقاء الرابع تقريبا وما فيش أسئلة، يا إما الشرح واضح يا إما إنه يعني المتابعة مش طيب. لو سألنا أسئلة من المحاضرات الماضية بتجاوب عليها؟ المرة الجاية إن شاء الله بنكمل في واجبات المحاسب القانوني، وبنحط لكم إن شاء الله أسئلة في المنتدى، والمحاضرة هاي إن شاء الله بعد دقائق بس قبل ما تنزل، التسجيل ينزل على البلاك بورد على طول، رابطها بيكون موجود. الأسئلة بتكون أسئلة موضوعية، أسئلة اختيار من متعدد، ممكن نجيب لكم سؤال زي هيك: من واجبات المحاسب القانوني أن يأخذ اسما تجاريا، صح ولا خطأ؟ أو ما هو طبيعة الاسم الذي يأخذه المحاسب المكتبي؟ بتقولوا أنه مثلا ألف اسمه الشخصي،
كم مدة الخبرة التي يستلزم توفر للمحاسب تتوافر في المحاسب حتى يسجل في سجل المحاسبين؟ ألف مثلا 3 سنوات للبكالوريوس، ب سنتين للبكالوريوس، جيم سنة للبكالوريوس. زي هيك الأسئلة إن شاء الله. تفضل يا هيثم، سؤال تفضل. تفضل أخ هيثم. ايش الذاكر المطلوب منكم اللي هي المحاضرات المسجلة والمسموعة الموجودة في تدارس؟ الملخص هاي اللي بنشرحه هي موجود عندكم، المحاضرات مسجلة. لا، ما يحتاج تشتري شيء. ارجع للمحاضرات المسموعة والمقروءة، المسموعة والمصورة والمسموعة في تدارس فيها كل شيء، بالإضافة إلى هذا الموضوع. طبعا مذكرات، ما مذكرات، إحنا الأصل إنه ما نعطي مذكرات لأنه هي المعتمد، المحاضرات المسموعة أو المرئية. تمام، ألتقيكم إن شاء الله في اللقاء المباشر القادم أو اللقاء الحي القادم، وإلى ذلك الحين نتمنى لكم التوفيق والسداد، وإذا في أي أسئلة أخرى حطوا لنا إياها في المنتدى. السلام عليكم ورحمة الله.